طبعا تم انشاء محميات في دوله الامارات، ومنها محميه الحياز في اماره ام القيوين. تم التنسيق بين وزاره التغير المناخي والبيئه وحكومه ام القيوين وجمعيه الصيادين. طبعا تم انشاء المحميه هذه في جانب بخور ام القيوين، يبعد تقريبا ميل ونص عن الشاطئ. طبعا تم انزال فيها الكهوف الصديقه للبيئه 100 كهف. تم انزال كميات من الاسماك الهامور والشعم والقابط، على اساس ان تكون في مثلا تكون في مخزون، ويرفع من مستوى المخزون السمكي في الاماره. وهذه طبعا المحميات هي تساعد في تكاثر الاسماك وانتشارها بداخل الخيران، داخل خيران مثلا خور ام القيوين او الخيران الثانيه. طبعا لحمايه المحميه، محميه الحياز، تم وضع عليها عوامات للتحديد الموقع، على اساس ان يكونوا الصيادين عارفين بان هذا الموقع يمنع فيه الصيد. عوامات من اربع جهات تحدد مساحه المحميه لكي تكون حفاظا على المكان هذا من اي تلف من شباك الصيادين او اي استنزاف او اي عبث من اطراف اخرى يعني.